ورحمه الله وبركاته، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل الله له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سلك سبيله الى يوم الدين. اما بعد. اما بعد. ارحب بحضراتكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج الوصايا العشر من سورة الأنعام. طبعاً في الحلقة الماضية لو تذكرون تكلمنا عن الآثار أو عن بعض الآثار السيئة والأضرار الجسيمة للشرك على صاحبه في الدنيا. طبعاً نحاول اليوم إن شاء الله عز وجل أن نتكلم عن الأضرار السيئة للشرك على أهله في الآخرة يوم القيامة. ونبتدي أولاً بأول أثر سيء. وهو ان الله تعالى لا يغفر الشرك به سبحانه وتعالى، بمعنى ان الشرك بالله تعالى لا يمحوه الا التوبه الى الله تعالى، لا تمحوه الا التوبه. بمعنى الله عز وجل لا يغفره الا ان يتوب صاحبه توبه نصوحا ويقبل بقلبه على ربه سبحانه وتعالى ويجتنب الشرك بالله تعالى بالكليه، هذا هو الذي ينجي صاحبه من اثر الشرك بالله تعالى. غيره من الذنوب التي تكون اقل منه، طبعا هذا داخل تحت مشيئه الله تعالى ان لم يتب منه صاحبه، اما الشرك بالله عز وجل فان الله تعالى لا يغفره ابدا، وقد ذكر الله عز وجل هذا المعنى مرتين في سوره واحده وهي سوره النساء، قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وفي الآية الثانية قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وكأن المعنى يدور حول تعليل هذا الخطر العظيم وهذا الأثر السيء وهو عدم مغفرة الشرك تعليله لأن المشرك ضل ضلالا بعيدا ولأنه قد افترى إثما عظيما فمن اجل هذا كله اوجب الله عز وجل للمشرك الا يغفر الله عز وجل له الشرك به سبحانه وتعالى. طبعا الاثر الثاني من الاثار السيئه والاضرار الجسيمه للشرك على اهله هو حبوط الاعمال، بمعنى ان هذا المشرك بالله تعالى يعمل الاعمال الصالحه لكنه لا ينتفع بها أبدا بل تكون يوم القيامة هباء منثورا كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الدليل على أن الشرك بالله تعالى يحبط العمل بمعنى يمحقه ويذهب أثره الدليل عليه هو قول الله تعالى في سورة الأنعام ولا وشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والمقصودون بالضمير هم أنبياء الله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم وحاشاهم أن يقعوا في الشرك بالله تعالى فإن العلماء متفقون على أن الأنبياء والرسل لا تصدر منهم الكبائر فكيف تصدر منهم أو كيف يصدر منهم أكبر الكبائر وهو الشرك بالله تعالى إلا أن هذا المعنى هو من باب قولهم إياك أعني واسمعي يا جارة بمعنى أن هذا تنبيه وزجر ونهي لأتباع الأنبياء أن يقعوا في الشرك بالله تعالى، إذا كان الأنبياء لو تنزلنا، لو افترضنا أنهم يقعون في الشرك فإن الله تعالى يحبط أعمالهم الصالحة، وما أدراك ما أعمال الأنبياء، أعمالهم أعظم الأعمال، ومع ذلك لا يقبلها الله تعالى منهم، لو فرضنا أن الشرك يقع منهم، فكيف بغيرهم ممن هو أدنى منهم وأقل مرتبة منهم، فإن هذا الإنسان إذا وقع منه الشرك كائنا من كان. إن الله تعالى يحبط عمله ولا يبقى لأثره الصالح ولا يبقى لعمله الصالح أي أثر الآية الثانية التي تدل على هذا المعنى هي من سورة الزمر قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن لا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فالشرك بالله تعالى محبط مذهب لأثر العمل الصالح ومن الآثار السيئة للشرك بالله تعالى على اهله في الاخره ان المشرك بالله تعالى يكون ماواه النار لا يخرج منها ويحرم دخول الجنه، الاثر السيء للشرك على اهله يوم القيامه دخول النار والخلود فيها خلودا ابديا لا يخرجون منها، والاثر السيء الثاني هو حرمان دخول الجنه، يقول الله تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه تحريما ابديا، معنى لا فرصه ابدا لهذا المشرك بان يخرج من النار، كما قال الله تعالى في ايه اخرى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون، وفي النار هم خالدون، والله عز وجل ايضا يحرم او يحرم هذا المشرك من الدخول الى الجنه. نعم، فاعظم عقاب واعظم اثر سيء يكون للمشرك هذا يوم القيامه هو دخول النار وحرمان دخول الجنه. لان الفوز يوم القيامه، الفوز يوم القيامة يكون بطريقين أو يكون بشيئين أن يزحزح الإنسان عن النار وأن يدخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز بمعنى أن هذا المشرك لا أمل له أبدا في الفوز والنجاة لأنه من أهل النار الخالدين فيها ويحرم من دخول الجنة فالأثر السيء للشرك على أهله الخلود في النار وحرمان دخول الجنة أيضا من الآثار السيئة للشرك على أهله يوم القيامة أنهم وفوق دخولهم لنار جهنم أن الملامة والعتاب يلحقهم وأن الحسرة والأحزان والهموم والغموم لا تتوقف عنهم لماذا؟ أولا عتابهم ولومهم يأتي من الله تعالى حيث ان الله تعالى يلومهم ويعاتبهم على ما وقعوا فيه من الشرك، وايضا تلومهم انفسهم ويلومهم الشيطان كما قال الله تعالى عن الشيطان: وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمسرخكم وما انتم بمصرخي بمعنى الشيطان يقول لهؤلاء المشركين يوم القيامه لوموا انفسكم انا دعوتكم فاستجبتم لي وعبدتموني واطعتموني، لم يكن لي عليكم من سلطان. فاذا اردتم ان تلوموا احدا فلوموا انفسكم، اذا كان هنالك من احد تلومونه فلوموا انفسكم. خلاص فيلومهم الشيطان يعاتبهم ربهم سبحانه وتعالى وحتى أنفسهم تلومهم لأنهم سلكوا بها المسلك الذي لا يليق بها ولا يجدر بها ولا ينفعها ولا يصلح لها وأما الحسرة فإنها تأتيهم لأنهم يعلمون بأنهم سيدخلون النار ولا يخرجون منها وتأتيهم أيضا لأنهم يعلمون أنهم لن يدخلوا الجنة أبدا لا أمل لهم ولا فرصه لهم في دخول الجنه وتاتيهم الحسره ايضا من تبرؤ الذين اشركوا بهم بمعنى هذه المعبودات التي أشرقوا في عبادتها مع الله عز وجل تتبرأ منهم يوم القيامه اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الله تعالى ايضا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس يوم القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين معنى المشرك كأنه يقوم يوم القيامة يرى الأهوال ويرى الشدائد ويرى المصاعب ويرى الأخطار عند ذلك تمنيه نفسه بأن الذي كان يشرك به في الدنيا ربما ينجيه ربما يشفع له ربما يكون سببا في فوزه أو نجاحه أو تخلصه من عذاب النار فإذا به يتبرأ منه فإذا به يصير عدوا له فإذا به يلعنه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال الله تعالى في آية أخرى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يتبرؤون ويجحدون ويتنكرون ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير فهذا يدل على أن من الآثار السيئة للشرك على أهله هو حصول اللوم والعتاب والحسرة لهم يوم القيامة قال الله تعالى في سورة الإسراء ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ملوما مدحورا، نعم فهذه معشر المشاهدين بعض الاثار السيئه للشرك على اهله يوم القيامه اي في الاخره، فنسال الله تعالى في ختام هذه الحلقه ان يجنبني واياكم الوقوع في الشرك بالله تعالى، وان يوفقني واياكم للعلم النافع. والعمل الصالح ونجعلني واياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنه والى حلقه اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته